للحديث أكثر عن تداعيات قرار الحكومة في بغداد لطباعة العملة أو نيتها للذهاب إلى ذلك في ظل تقارير دولية تتحدث عن أن العراق ذاهب إلى مجاعة محققة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، وهو ما يعني أن الحكومة بقرارها هذا وهو طبع العملة تسرع من وتيرة الذهاب إلى المجاعة. تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكويسي. أهلا ومرحبا بك دكتورة هداب. أهلا وسهلا بكم دكتورة. بعد أزمة الرواتب التي ما تزال قائمة، لجنة حقوق الإنسان النيابية تحذر من مجاعة كبيرة في العراق. إلى أي مدى ترين أن المؤشرات آخذة بالعراق إلى ما ذهبت إليه لجنة حقوق الإنسان النيابية؟ نعم، يعني في الحقيقة ما ذكرتموه في تقريركم وما وأرجع إلى سؤال حضرتك، يعني في نفس الوقت أنه اللي إذا تذهب إلى الحكومة أو في نيتها كما ذكرت حضرتك، أنه إذا ذهبت إليها هذه السياسة الحكومة العراقية، راح نلاحظ الشك بالشكل التالي. راح نلاحظ نحن أمام سياسة التمويل بالعجز، ولكن متى نستخدم هذه السياسة؟ هذه السياسة عادة يتم استخدامها في أوقات محددة جدا، وبالتالي أيضا يجب أن تكون فترتها قصيرة جدا، لأن مظهرها أكثر، يعني صح هو أنه هم يريدون يحلون مشكلة، ولكن السؤال أننا سنصبح أمام مشكلة كبيرة هي ارتفاع في مستويات الأسعار وظهور حالات تضخم عالية. نعم. ترجع نعم هذه الدولة الحكومة إلى هذا، ولكن أيضا يجب أن نفكر نحن أساسا في حالة من الركود وفي حالة من الكساد، وبالتالي لا يوجد لدينا تشغيل كامل لكل عوامل الإنتاج ومنها البطالة. إذا رح يصاحبنا الحالة التي نحن دائما نخاف منها بالاقتصاد، التي ظهرت منذ سبعينيات القرن الماضي، ألا وهو التضخم الركودي. فرح يصبح لدينا أثرين اقتصاديين كبيرين في هذا المجال، وبالتالي من الصعوبة جدا يعني حصر هذه المشكلة ودون إيجاد حلول. قد تكون للدولة، يعني يجب أن تفكر الدولة كانت في حلول أو أنها ترجع، لكن يبدو أنها رأت أنها لا يوجد أمامها حل بالرجوع إلى البنك المركزي أو الاستدانة كما أشرنا في السابق، لأنه لا مجال للاستدانة، أو كما ذكرتم هو الإصدار النقدي. الإصدار النقدي يضعف الاقتصاد، وبالتالي يحول مجمل العملية الاقتصادية ومجمل الاقتصاد العراقي إلى انهيار تام وكامل وشامل. نعم دكتورة هداب، العراق لم يعني ليست هذه المرة الأولى التي يفكر فيها بطبع العملة. في تسعينيات القرن الماضي دخلنا في هذه الطريقة وطبعت العراق عملة جديدة، لكن لم نصل إلى حد المجاعة. ما الذي يوصل العراق اليوم إلى حافة المجاعة إذا ما قامت الحكومة الحالية بطبع عملة خاصة بها؟ نعم، يعني صحيح احنا اتخذنا هذه السياسه بسبب الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي، نعم صحيح، واستمرت لحد 2003، نعم تمام. السبب انه هنالك تقرير لمؤشر المجاعه العالمي ظهر في نهايه 2019، اللي اشر به هذا المؤشر الذي يخص الجوع هو انه اللي الدول اللي عند رقم 20 راح تكون في مرحله خطره جدا. نعم. العراق سجل 18.7، يعني بمعنى اقل حتى من الحد اللي هم المحددين، فبالتالي وضع العراق في مستوى خطير يعني بالنسبه لمؤشر الجوع. نعم. العالمي. واشار التقرير انه لو بقيت الامور، هذا نتكلم في 2019 قبل ما يحدث كورونا والازمه والاغراض الى اخره وانخفاض اسعار النفط، لو بقيت الامور على هذه الشاكله ستبقى 45 دوله الى 2030 لا تستطيع ان تحل مشكله الجوع. فما بال حضرتك احنا دخلنا في هذه المشاكل الجمه الان بين عجز الموازنه، بين انخفاض اسعار النفط الكبير، وبين ايضا المرض الكورونا. فبالتاكيد سيحدث مجاعه في العراق، وبالتالي سيصبح من الصعوبه حصرها، لان هو اساسا احنا كل استراتيجيات الفقر التي اعتمدناها الاولى كانت
غير ناجحة. جئنا على الثانية أيضا وإلى حد 2022 هي غير ناجحة أساسا، لأنه لا يوجد نمو اقتصادي في البلد، وطالما لا يوجد نمو اقتصادي بس ستعاني من هذه المشاكل. نعم، في كل موازنات دول العالم تقوم الصناديق الخاصة بدور مواجهة المخاطر التي تواجهها البلاد أو تلك الموازنات. أين تذهب أموال الصناديق الخاصة في العراق الذي يسبح على بحر من النفط؟ نعم، يعني حسب ما أفهم من سؤال حضرتك أن الصناديق الخاصة تقصد بها الصناديق السيادية. نعم. اللي هي نعم، يعني من المعروف أن العراق أساسا لم يأخذ في باله يوما من الأيام أن يضع في يعني في تفكيره وفي نصب عينه أنه يضع صندوق سيادي للأجيال القادمة أو للمشاكل الطارئة التي قد تحدث. وهنا هذا أيضا مشكلة أخرى، يعني ما بين الإيرادات التي احنا استحصلنا عليها مثلا على سبيل المثال في 2019 95 مليار دولار، وبالنتيجة نأتي الآن لو حتى يعني احنا لو بعنا حتى في 20 دولار سعر البرميل ستكون حصيلتنا 27 مليار دولار سنويا. ما بين هذا الرقم وذاك، اننا كيف نستطيع ان يعني ان نوفر ايضا للمواطنين رواتب والمستحقات الماليه الى اخره؟ وبالتالي اكيد يعني احنا لانه لم نتخذ في بالنا في كيفيه التعامل مع هذه الامور ستجابهنا مثل هذه المشاكل. نعم. وقد يكون جدا واضح ايضا حتى الرجوع الى كما اشار البعض الرجوع الى الاحتياط الاجنبي، سوف لن يكون بمقدور العراق الرجوع للاحتياط الأجنبي حتى ما حدد صندوق النقد الدولي أن العراق 35 مليار دولار يمتلك في 2020، هو أساساً الرواتب التي يجب أن نسحبها إحنا شهرياً حوالي 5 مليارات، لأن هي 4 مليارات و200 مليون دينار، خلينا نقول 5 مليارات، يعني 10 مرات نقدر نستخدم هذا الاحتياطي. طيب وبعد هذه إذا كان ذلك الاحتياطي موجود، هنالك تقارير تشير إلى أن نعم. العراق قد استهلك 90% نعم. من احتياطيه للعملة الصعبة. نعم، أتفق معك، وبالتالي هذا الرقم الذي وضع طبعا في فترة سابقة أكيد قبل هذه الفترة، فإذا استوفد بالكامل طيب. إذا لا موجبات للرجوع إذا هال دكتورة هداب الأمام. السؤال الأهم نعم. هنا يعني في ظل نعم. كل ما ذكرتيه من مخاطر اليوم الحكومة نعم. في نية طبع عملة جديدة، ألا تعي المخاطر التي تكلمت بها؟ ألا يوجد هنالك مستشارون ماليون واقتصاديون يوضحون للحكومة يعني إلى أين هم يذهبون؟ نعم، يعني هذا أكيد طبعا يعني من أعمال المستشارين، يعني يجب أن يعلموا ويفقهوا بهذا أن مسألة طبع النقود هي مسألة لا تحل المشكلة، وبالتالي حتى لو أخذت بهذه السياسة المتعارف عليها علميا يجب أن لا تزيد عن 3 أشهر، وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة سوف لن تحل في 3 أشهر بمجمل الأشياء المحيطة الخارجية بالاقتصاد العراقي وبالأشياء الداخلية المشاكل الداخلية. بالتالي يجب أن يلجأوا إلى أسلوب ثاني، وهو أنه يفكروا أكيد أنه كان يجب أن يتخذوا مثل ما ذكرت حضرتك بالصناديق السيادية إلى آخره، ولكن في حقيقة الأمر سياسة التمويل بالعجز وطبع النقود هي سياسة مغلوطة ولا يمكن الاعتماد والركون عليها. نعم، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.